إذا أقسمت لك بالله أنه صدفة بتصدقي؟ لا طبعا أقسم بالله. توقعتك تكون أذكى من هيك وتكتشف أنه هالمرة أنا اللي خلقت لها الصدفة. طيب ليش نزلتي على السوق وضيعتي وقتك؟ صعب تتصلي في التليفون يعني؟ لا بتحط علي وحدة. يعني هيك ما حطيتي على حالك وحدة؟ لا بالعكس، هيك بكون أنا شفقت عليك وخبرتك مشان ما يبين شكلك ساذج. إذا هيك حساباتك معناتها أنت حابة ترجعي لأيام المراهقة. هلأ المهم، أنت ناوي تعزمني ولا بدك تعمل حالك مشغول؟ كان فيكي تنطري لأعزمك بدل ما تطلبيها أنت. يمكن لأنه أنا بحب بين أني غير تقليدي. لا أنا هيك ما عاد عم بفهم، ليش عم تكشفي كل مخططاتك هالمرة؟ لأنه أنت مستوى الآي كيو عندك بهي القصص كتير متدني. يعني شفقة. هيك شي. طيب ما في عزمة قهوة؟ هلأ بدك تقلي لأنك أنت عازمني على الغداء. لك مقروق دانيال، كتير مقروق ولا أهضم. يعني هلأ ما فهمت، أنت عم تقربي مني وأنا مطلوب مني بناء على طلبك من قبل أني بعد. شوف، أنا كتير بكون مبسوطة وقت تكون جنبي، بس كل اللي عم بطلبه أنه نترك مسافة بيني وبينك شوي، بس لحتى أضمن أني ما أتعلق فيك. كتير صعب عليك هي دانيال؟ أنه معجزة تقليلي ليش؟ تخسري يعني؟ أنت مالك طبيعي؟ جايبني تشربني عصير؟ تلحلح جيب لي غدا، رح موت من جوعي. أنا متمني مرة واحدة بس تتركيلي أنا بادر. أنت مبادراتك باردة. وبس سخنها لمبادراتي تطلعي لي بصة مسافة الأمان تبعي. أنا بس بدي أعرف شو نزلني من الضيعة. ما كنت تزوجت بنت خالتي وريحت راسي من كل هالحكي. ودخلك حلو بنت خالتك؟ لهلأ لا، بس عقولة خالتي بس تشيل التخويم وتتحلى. ولا هذا.